دمك زي العسل شربات. دي انت يا بنتي يا انجي بتكبري وتحلوي. ده انت اللي قمر. اسمعي، مش عارفه يعني اللون اللي انت حاطاه على دماغك ده يعني راعي سنك يا بنت. حلو يا بنتي يا انجي. بصي وانا بعمل كده عجب كل اصحاب الصبيان. قمر قمر كتك داهيه. ما عندكيش باينابل؟ نعم يا عصير اناناس حلو قوي للبشره، ولا ميه البطاطس؟ يا خرابي. قمر قمر يا منال، طول عمرك مهتمه يا حبيبتي. يا حبيبتي. تعالوا يا اولاد تعالوا سلموا على جدتكم منال. جدتكم منال دي بقى كانت جاره تيتا زمان، وكانت بتستلف مني كل حاجه، مقشفراني اول باول. اخس عليك يا انت كده يعني تفضحيني قدام الولاد. وبعدين ده انا كنت باخدها شوفونير شوفونير شوفونير. حاجه المطبخ يا اختي كلها اخدتيها شوفونير. حكيتي للولاد بقى عن تاريخ الفن كده في الاعلام؟ ايه اللي حكيت لهم؟ ده انا حكيت لهم حكاوي فظيعه. اه والله دول اكيد بيتفرجوا على البرنامج بتاعك، شافوه كله على النت. يا حبايبي انا مش عارف ازاي الناس كانت بتصدق الهبل اللي انت بتقوليه ده. يا الناس زمان. ايه ده يا دودو، انت بتشتمني ولا ايه يا واد؟ اخس عليك، ده انا يا واد اللي مربي يامك. وبعدين تنتك منال دي زمان يعني كانت متالقه. ولسه متالقه ولا ما بقاش ليكي لازمه يا منال؟ اخس عليكي يا انجي، اوعي تقولي كده. ده انا بتعرض عليا برامج كتير بس انا اللي ما بوافقش. ليه دي ماتت ولا ايه؟ في ايه يا قلب امك؟ انت بتنامي وانتي قاعده؟ منال منال قلتلك ليه؟ لاني ما عنديش استعداد اضحي ولا بتاريخي ولا بسمعتي ولا بصحتي. وخصوصا صحتك يا اختي، ربنا يديك الصحه. احنا وصلنا بقى يا ولاد لحد فين في الحدوته؟ لغايه لما فضحت طنط منال وطلعتيها كذابه. اخسى الله يكسفك يا انجي. انت يا اختي اللي كنت فاتحه نفسك. بس بقى يا ولاد هكمل لكم. وحيات قلبي وافراحه. ايوه انا في مساوي صباحه. اديله وحيات قلبي وافراحه. ايوه كده وانا في مساوي صباحه. يا سلام، ما لقيت فرحان في الدنيا. أيوة. زي الفرحان بنجاحه. الناجح يرفع ايده. مبروك يا استاذ علي للست انجي، الجرايد كلها بتكتب عليها وبتتكلم عليها. قال يعني بتعرف تقرا؟ ما بعرفش اقرا لكن بشوف الصور. ايدك بقى على الحلاوه. ما عندك حلويات اهي روح كل. يا حلويات يا ريس، انا عايز الحلاوه البلادس يعني. هي الست انجي بتعمل حمله ناجحه كل يوم زي دي. طب عندك الست انجي ذات نفسها ايه؟ روح خد منها الحلاوه. يا ريس ما تقولش كده، دي انت جوزها والكل في الكل. وعلى راي المثل وراء كل امراه عظيمه راجل بيصرف عليها وينغنخ. خد دور تعيش وتفتكر. ايه يا لول؟ ما بتاكلش جاتو ليه؟ حلو قوي على فكره. ما انا عارف، ما انا اللي جايبه. وبعدين انا عامل رجيم بقى. يا سلام، عامل رجيم من امتى؟ من دلوقتي. استاذه انجي، استاذ جميل عايز حضرتك. انت بجد؟ يلا بينا انجي. انا بقول الاستاذه انجي، هو عايز الاستاذه انجي. قال انت مش كنت لسه بتقول دلوقتي ان انا جوزها والكل في الكل ولا نسيت؟ معلش تعالى يا علي. بقول لك ايه، ما تنساش تجيب الجاتوه بتاع الاستاذ جميل لحسن ياكلنا. ما تقلقيش، ده بياخد مرابه من بدري، هو ده بيسيب حاجه. صحيح، ده طفس قوي. كله، ما كله على حسابي. ربنا ينجح المدام وناكل جاتوه دايما يا رب. يلا يا فاشله. ايه يا سامح، ايه يا سامح؟ لو انجي نجحت كلنا هنروح في 60 داهيه. ليه يا اختي؟ هندخل. اهلا خير يا فندم. اهلا بصحفتنا الجميله بنموذج كفاحي وثمره نجاحي. اتفضلي اتفضلي يا انجي. ميرسي قوي يا فندم. نجاحك ايه وكفاحك ايه؟ انا مراتي عملت كل حاجه بمجهودها الشخصي. مجهودها الشخصي انما بتوجيهات مني انا، انا رئيسها وانا اللي بوجهها. انت ايه اللي جابك هنا وقعدك دلوقتي؟ انا جاي مع مراتي. لا يا حبيبي، مراتك هناك في البيت، انما هنا انا رئيسك في العمل وخصم 3 ايام بقى. لا لا كده كتير يا استاذ جميل، 3 ايام كتير. حضرتك تخصم له عمل ايه عشان تخصم له 3 ايام؟ خلاص ولا زعل يتشالوا 3 ايام. متشكره يا فندم، متشكره. لا ما انا عايز الخصم، انا بحب الخصم. في ايه يا علي؟ مش عارفه المه بعد كده.
تحت امرك يا فندم. حضرتك كنت عايزني ليه؟ انا صرفت لك مكافاه، عايزك تعدي على الخزنه عشان تصرفيها. متشكره جدا يا فندم، متشكره جدا. هو يصرف لك مكافاه ويخصمهم مننا؟ في ايه يا علي؟ مين قالك تدخل معايا؟ انا جوزك وادخل معاكي في اي حته. وبقول لك يا جميل بقى، البسطه اللي انت بتاكلها دي بفلوسي، ودي خمس حته تاكلها ولا هعددهم لك يا جميل. لا مش خمسه، ثلاثه كتابه يا جميل. بس عيب كده يا خالي. عيب ايه؟ ده راجل لازق انا عارفه. احنا اسفين قوي يا فندم. بالف هنا وشفا، تحب اجيب لك الحتتين الفرق؟ عن اذنك يا فندم، بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. برضه لازق يا جميل، لازق. بالهنا والشفا يا فندم، بالهنا والشفا. اذنك. ست ايام خصم. علي بقول لك ايه، انا خايفه قوي اشوف منال بعد اللي حصل ده تعمل فيا حاجه ولا تقرمني. انت بتهزري؟ مش جوزك معاكي؟ راجلك معاكي؟ كتر خيرك يا علي، جدع طول عمرك. هاي انجي، هاو ار يو؟ هاي منال، هاو ار يو؟ ازيك يا منال؟ هاي علي، تمام الحمد لله. ميرسي، يو ار سو سمارت. ثانك يو. انجي عندك اهي، معاكي ربنا حبيبتي. مستنيكي جوه. واطي ونجلي طول عمرك، واطي. مبروك يا انجي على نجاح كبسوله. ميرسي يا منال، ميرسي خالص. بقول لك انا مش عايزاكي تبقي زعلانه مني. ازعل؟ ازعل ازاي؟ نيفر. بالعكس، اللي انتي عملتيه ده يا حبيبتي زود لي نسبه المشاهده، وده اضطرني اعلي اجري، لكن نسبه المشاهده واو. ما قلكيش واو؟ ما تقوليليش. امال ايه؟ ازاي ده؟ معذوره يا انجي، انتي برضو ما عندكيش الخبره في مجال الاعلام زيي. اللي انتي عملتيه ده يعتبر دعايه ليا ولبرنامجي. ثانك يو. دعايه ليكي ازاي يا بنتي؟ ده انا طلعتك كدابه. دي مش مشكلتي خالص، دي مشكله الاعداد. لكن انا عندي فولورز، عندي جمهوري اللي بيثق فيا وفي اي حاجه بقولها. انت عندك جمهور وفولورز؟ عندي جمهور وفولورز، وانت زودتي لي الجمهور وزودتي لي الفولورز. مضطر اسيبك دلوقتي عشان عندي شوتينج. هاف ا نايس تايم، سويت دريمز. انت طلعت شهبله، انت طلعت جهله. هي شوتينج تكر القرف. كتوال ماشي يا علي، ماشي. هو فين؟ حلوة قوي، برافو. دخلت على طول وسبتني لوحدي الانثى الديناصور عشان تفترسني، مش كده؟ ما انا قلت هسمع صوت صريخ وزعيق وصويت، وانا ماليش في خناقات الستات دي بصراحه. فقلت اجهزك شويه حاجات كده حبيبتي يمكن تحتاجيها. يا حلاوه، جايب لي قطن وشاش وميكروكروم. كتر خيرك يا علي. عشان تعرفي بس انا خايف عليك قد ايه. لا يا حبيبي ما تخافش خالص، دي طلعت مبسوطه على الاخر. ازاي؟ ده انا سامع ان في ناس قدموا فيها شكاوي للنائب العام. ما اعرفش ازاي، بس هي بتشتغل عادي جدا ولا كاني في اي حاجه حصلت. هتفرسني. ايه ده؟ وهتعملي ايه؟ هكمل يا علي، هكمل. هو انت ناويه تعملي ايه يا انجي؟ ها؟ ما تستعجلوش هفهمكم. هما بقالهم كتير كده يا حاج، ساعة ما وقعوا في الحمام اتلبسوا. بقولك يا انجي، انجي اقفلي اللابتوب لحسن يتلبس. تلبس ايه انت كمان؟ انت شايفه انجي بيعملوا ازاي؟ يا لهوي يا لهوي، بصي بصي يا لهوي، انا خايف من البنات دول. يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي، ده انت غلس قوي. مامي يا مامي ايه يا سامح؟ مش لايق عليك خالص. فكر معايا شويه، فكر نقدر نوصل للبنات دول ازاي. انت اتجننتي يا انجي؟ اكيد اتجننتي. انت عايزه تقابلي البنات دول؟ انت مش خايفه لحسن ياذوكي؟ لا مش خايفه عشان ياذوني. في ايه يا امي؟ في ايه؟ دي حلقه قامت فابريكا يا كاميليا، فكري شويه. يعني البنات دول كسروا في كل حاجه قدامهم ما عدا الكاميرات بتاعه التصوير والناس اللي بتصور. فكري شويه، فكري. حاضر حاضر. بتعملي ايه يا كاميليا؟ بفكر بفكر. لا لا كده الفيضان بتاع الافكار ممكن يغرقنا. لا اقعدي حبيبتي، اقعدي ما تفكريش يا كاميليا. يعني افكر ولا ما افكرش؟ لا ما تفكريش يا كاميليا، الرحمه. طيب يا رب توب عليا يا رب. قطعي القميص. ايه؟ خايفه قوي يا انجي. هي شعرها احمر كده اللي هي حديده يعني ولا ايه؟ ايوه مش راكبها جن احمر. يا سلام يا اخويا على كده، دي راكبها جن ايه؟ ها بندقي؟ وانت راكبك جن ايه؟ جن شفاف.
طب يلا سمعتوا بقى؟ سمعتوا اللي انا قلته لكم صح ولا لا؟ ايوه انا مصدقك والله. طب اقول لكم حاجه، ممكن تعملوا حته من اللي عملتوها في حلقه منال؟ شفتي انجي اتلبسوا تاني يا انجي؟ اتلبسوا تاني. انت عبيط يا سامح، مش انت اللي لسه قايل لهم يعملوا حته من اللي عملوها في البرنامج؟ ايوه يا انجي بس مش كده. ما تقولهمش حاجه تاني، تاني. يلا يلا اتفضلوا خلونا نخلص. يلا خلينا نخلص بقى من الحلقه دي، ربنا يستر. يا ليل ابيضه. بص بقى انا هبدا، انا بص انا مخرج يعني كل ايديا، فاللي هسمع صوته هطلعه بره. انا بقول اهو، حتى لو الاستاذه انجي. لا كده كتير. انا اسف يا استاذه، حتى لو كاميليا. ايه خلاص خلاص. 5 4 3 2 1 اكشن. ثانيه واحده. مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بيكم معانا في برنامجكم العاشرة والنصف مساء. معاكم النهاردة ومعانا بنتين في الاستوديو زي ما انتوا شايفين، ملايكة بنات زي القمر. البنات دي ممكن تقابلوها كل يوم في أي حتة، ممكن تقابليها في النادي، ممكن تبقى زميلتك في الشغل، ممكن تبقى جارتك. بنات طبيعية جدا، ولكن الإعلامية المدعية الأستاذة منال عملت حاجة غريبة جدا، جابت البنات دول وخلتهم يدعوا إن هم ركبهم جن. لكن هنشوف مع بعض النهاردة، وزي ما شفت في الكواليس معاهم النهاردة، إنهم بنات طبيعية جدا، بنات بسيطة، بنات عفوية. أهلا بيكم معانا في البرنامج. أنا عايزة أسألكم، أنتوا بنات طبيعية جدا زي ما احنا شايفين، هل ركبكم جن؟ في جن؟ في أي حاجة؟ العفريت بس تخاف مننا. إيه؟ العفريت اللي تخاف مننا. ما شاء الله. في ايه؟ انا مش عارف انام في بيتي. ده بيت ده ولا استوديو؟ ستوب! ده مين الاستاذ اللي بيطلع صوت في البلاتو بتاعي؟ اخرس انت خالص، عامل لي فيها مخرج وانت صحفي فاشل. استاذ علي لحظه، دي كلامك جارح. استاذه انجي انا اتوهنت في شقتك. حقك عليا يا استاذ سامح. جرى ايه يا علي؟ انت داخل تقتحم الاستوديو بتاعي كده من غير ما تستأذن؟ يا اما تقف تتفرج وانت ساكت، يا اما تنجر على اوضتك، قصدي تدخل اوضتك. لا يا هانم، ده بيتي واعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا صح يا استاذ علي، احنا اسفين. بقول لك ايه، انا عايزاكي تعملي الحبتين بتوعك عشان عايزه اطفش كوسي. ها ايه بتقولي لها ايه؟ لا ولا حاجه. في ايه؟ أنا ايه ده؟ لا ما احنا معاكوا، احنا معاكوا، احنا معاكوا والله. ما تلبسوا بجد ولا ايه؟ انا بخرج. مسخرة. بس كويس الواحد يقعد يشتغل ايه في روقان. أعزائي المشاهدين، نتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم. كانوا معانا بنتين طبيعيين جدا زي ما شفنا، وزي ما عرفنا ان منال هي اللي طلعت افاقه. كانت معكم من العاشره والنصف مساء انجي احمد من صالون شقتها. نص مليون مشاهده في اول يوم بس، هموت واشوف رد فعلك يا منال. كانوا معانا بنتين طبيعيين جدا زي ما شفنا، وزي ما عرفنا ان منال هي اللي طلعت افاقه. اكيد معايا جاسوس. يا ترى مين؟ مندوح؟ انتي احمد؟ لا دوحة ما يعملش كده، يبقى مهندس الصوت فتوح. لا برضو دوحة ما يعملش كده، انا طبتي معاهم مرعيتهم عليا. هو انا عشان كيوتش لزقوني في الكبوت؟ وحياة امي اعرف مين وانا شندله. ماشي يا انجي. يا شعبان انت وشريف دي عاشر مره فهمكم، فهمت ولا ما فهمتوش؟ انا فهمت يا علي، وجه كلامك لشعبان. ايه اللي وجه كلامك لشعبان؟ ما انا فهمت انا كمان. طالما فهمتوا عاوزين نعيد تاني ليه؟ يا سيدي في الاعاده افاده، وفي التاني السلامه. حلو، انا هركب دقن بس. خلاص انا فهمت. فهمت ايه؟ انا اركب دقن واروح لابوكي شفيق يا راجل، وفي الاخر تتجوز لي ليلى علوي. انت تخلص خالص. انا هركب ده والبس جلابيه وطاقيه واعمل برنامج ديني على اليوتيوب. طب وعايزنا معاك نعمل ايه؟ تساعدوني يا اخي. انت عايز نقلع الجلابيه واديها لك؟ ده بعينك، روح اعمل لك مقالب احسن. انت تمشي تطلع بره احسن عشان القلش ده بتاعك خنقني.
انا عايز اعمل برنامج ديني على يوتيوب وعايز ابقى مشهور زي مراتي. طب واي برنامج ديني؟ لان البرامج الديني بتتشاف كويس. بس سبحان الله، يعني انا عمري ما شفتك بتصلي يعني يا استاذ علي. ليه؟ هو انت كنت عايش معانا في البيت؟ وانا نيفر ايفر شفتك بتتكلم في الدين. المره دي ان شاء الله هتكلم في الدين. ايوه يا حاج، زي ما قلت لك كده، هتحميه بميه سخنه وتديله اللي بالي بالك. اوعي تنسي وهتدعي لي. هتدعي لي؟ ايوه. معانا تليفون منين؟ الحاجه مديحه من قريه ابو فضيحه. اهلا يا حاجه، اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزاك يا شيخنا تقولي وتفتيلي ايه حكم الدين في الست اللي ما بتراعيش بيت جوزها. ما بتراعيش بيت جوزها؟ امال بتراعي بيت مين؟ براعي شغلي ومهتميه بيه، والشيطان لهيني ومخليني منفضه لجوزي وعيالي على الاخر. منفضه لجوزك وعيالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. احب اقول لكل ست، بيتك وجوزك اولى بيكي، ومش هتلاقي بركه في بيتك الا لما يكون جوزك راضي عنك. الله يفتح عليك يا شيخنا، لقد شرحت صدري. يعني انا كده اسيب السوبر ماركت عادي لجوزي يقف فيه لوحده؟ اتكلي على الله. ايوه ايه؟ امسكي يا بنت. ايوه ايه؟ ايه يا استاذ علي، انت عايز تخرب بيتي ولا ايه؟ ستوب. لا فيها شعبان، الله يخرب بيتك انت، انت كده بوظت لنا الحلقه. ما انت بتطلع فتوى هتاذيني في شغلي، ودي ما هتصدق، وهتسيبني واقف لوحدي في المحل. انت لازم تعمل بالفتوى بتاعتي يا شعبان. الله، مش انت شيخنا ولازم اصدقك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت كنت بتصدق كل الشيوخ قبل كده؟ يا سيدي انا قلت اتوب على ايدك، انت ايه اللي مزعلك؟ هو انت ما تتوبش غير على ايدي انا؟ عشان تعرف اني بحبك. حظك بورصه يا شعبان، قوم بقى سيبنا نكمل الحلقه، جاتك القرف. التهريج ده يا اساتذه كده الليل هيروح مني. ليه ايه كمان يا تافه؟ انت كمان عند احنا دخل. يلا تصوير اكشن. ومعانا تليفون تاني، الحاجه ساندي من قريه ابو صير. هلو. انت متاكده انك حاجه ساندي؟ سمورتي يا رجاء يا رجاء. شايفان كيسكو تي في؟ شايفاني قاعد بقرا. جو فير ان بروجرام، عايز اعمل بروجرام في التلفزيون زي منال وزي انجي. يا حبيبه قلبي، البرامج اللي بتشوفيها دي كلها برامج تحصيل حاصل بتتعمل تحت السلم. وماله فيها ايه لما تبقى برامج تحت السلم؟ على فكره انجي عملت برنامجها تحت السلم، بس الظاهر بقى كان سلم كهربائي، طلعت لفوق بسرعه اشتهرت. يا حبيبتي، مع احترامي ليكي وحبي ليكي، انت لو طلعت السلم السلم هيوقع والكهرباء هتنقطع، فما فيش داعي. عليك صالح، تو تري ميشان، تو تري ميشان يا سمير. طب دي موا ايه البرنامج اللي انت عايز تعمليه؟ عايز اعمل برنامج عن الرشاقه ارابيكس، يعني الناس تبقى ازاي سمباتيكا. حبيبتي قال بس الناس مش هتصدقك. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني باردون باسكو لو غاشاكا محتاج اللي يتكلم يكون في غاشاكا. ان يا با دي غاشاكا. اي موا جو ني با دو غاشاكا. نو نو غاشاكا، ان يا با دو غاشاكا. نو 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 نو. جو زغيفا زغيفا. بات غاشاكا. سمير جو سوي غاشيكا. لا سمير انا زعلانة منك قوي قوي قوي. بص يا حبيبي، جو سوي تري سمباتيك. حبيبة قلبي 40 سنة متجوزك، معلش ما شفتش ولا حاجة سمباتيك. يا سلام يا اخويا، طب انا لما اتجوزتك من 40 سنة كنت بتعرف تطلع السلالم، دلوقتي بتبص للسلمة تقول يا مصيبتي يا مالها بقى زي الهرم كده ليه؟ موا؟ وي جو تام جو تادور. بحبك قوي، بحبك قوي. مش للدرجة دي، مش بحبك قوي. قد غلطة، غلطت. اشرب الفيس كافيه بتاعك. يلا يا عم مغاوري، عايزك تصورنا حلو. ها خليها على الله ونعم بالله، بس ما تقولوش الا ما اقول اكشن. ها حاضر. جاهز؟ جاهز. جاهزه؟ ايوه. جاهزين يا مصايب؟ جاهزين. يلا اكشن. ما
من محلات هيبه وشعبان. من محلات هيبه وشعبان. تاخد حاجه ساقعه والبان. تاخد حاجه ساقعه والبان. لو جوزك نفسه في خيار. لو جوزك نفسه في خيار. ولا انتي نفسك في خضار. ولا انتي نفسك في خضار. يبقى تعالوا هيبه وشعبان. يبقى تعالوا هيبه وشعبان. يلا تعالوا هيبه وشعبان. يلا تعالوا هيبه وشعبان. احنا جينا لكم هناك يا مان. احنا جينا لكم هناك يا مان. مساء الخير. مساء الخير. في ايه؟ في حفله ولا ايه؟ لا احنا بنعمل الاعلان. انتوا كده بتعملوا الاعلان؟ اه. اعلان ايه؟ اعلان بتاع السوبر ماركت عشان نزود مبيعاتنا. يا سلام، انت فاكر كده ان انت هتزود المبيعات؟ اوه لا خالص، انت فاهم غلط. انت كده هتقضي على المبيعات خالص، واحتمال تقفل المحل قريب. وبعدين عايزه افهم حاجه. ايه قناة محترمة هترضى تعرض الاسفاف اللي انتوا عاملينه ده؟ احنا هنعرضه في برنامجك. لا قولي. والله برنامجي انا؟ ايوه. هيعرض الاسفاف ده؟ ايوه. لا خالص، انت فاهم غلط. وبعدين انا البرنامج بتاعي ما فيهوش فواصل اعلانيه، وانا برنامجي على النت. على النت؟ ايوه يا اختي على النت، بس عندي الجمهور قد كده كبير. الله اكبر. ايوه عندي جمهور كبير كبير، بس جمهور محترم. انا ضميري ما يسمحليش ان انا غشه ابدا. طيب بالنسبه بقى لضميرك الحلو ده، عايزين نزيته بشويه زيت كده، واقول لك على اوفر يمكن توافقي. ايه رايك نديكي طلبات البيت لمده شهر فري؟ ها بتقول ايه؟ لمده شهر فري. انا لعلمكم ما تفرقش معايا الحاجات دي ابدا ابدا، بس انا كده كده كنت جايه اخد شويه طلبات. عينينا. حاجات بسيطه يعني، مش هكتر. اكتب يا حوده. اكتب يا حوده. عايزه شكاره رز، شكارتين مكرونه عشان الولاد بيحبوا المكرونه قوي قوي. اللبن بقى عايزه 7 لتر لبن كامل الدسم، و6 خالي الدسم علشان علي ربرب شويه. يا ريت بقى العصاير، العيش عشان سندوتشات الولاد، وايه تاني يا ربي؟ خايفه انسى حاجه. الزيت عايزه كرتونتين زيت قليه وكرتونه زيت زيتون علشان الكوليسترول. ويا ريت معلش يا شعبان هتعبك تحتي على الجزار بتاعنا في اول الشارع. عايزين فخده. البانيه بقى يقطعوا رفيع. كيلو؟ لا 7 كيلو. ايه كيلو دي؟ ما تبقاش مقروس كده. وبعدين عايزه قطعيه بيكاتا 5 كيلو، وشويه موز بقى على ريش، على يعني ما تخليهوش يبخل. وحاجه كمان يا شعبان، قعدتي على الصيدليه وانت طالع، شويه شامبوهات على شاور جل، وعايزه 12 ليفه. 12 ليفه؟ ايوه. ايه احنا ناس نضاف. ويا ريت بقى ما تنساش فرش السنان ومعجون السنان. فرش السنان واحده ليا، واحده لعلي، واثنين للعيال. طبعا فرشه الاستاذ علي هارد. لا طبعا علي سوفت. انا ما سوفتس. اديكي سوفتي. انا مش فاهماكي، دي طلبات يا حبيبتي شهر ولا خزين السنه بحالها؟ الله اكبر. لا ده طلبات النهارده بس. ميرسي. سلامة. مع الف سلامة. يا خرب بيت هيبة وشعبان. يا خرب بيت هيبة وشعبان. مش هنبيع غير لبان. مش هنبيع غير اللبان. انت مش مكسوف من نفسك وانت بتركب دقن عيلة عشان تشتهر وبس؟ وانت مش مكسوفة من نفسك وانت بتشتهري على قفة واحدة صاحبتك؟ على الأقل أنا بقدي رسالة. رسالة؟ رسالة إيه يا برسالة أنت؟ ده هتعملهم علي أنا؟ أنا وإنتي هدفنا واحد، هو الشهرة وبس. يبقى خلاص، نام يا علي، نام واطفي النور. عزيزاتي، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا عايزاكم النهاردة، بس مش كده يا سمير، تتابعوني. هديكم حبة تمرينات للرشاقة ولليونت الجسم، وإذا كنتوا عايزين، إذا كان جوزك عنده كرش هديكي بعض التمرينات لإزالة الكرش. عزيزي المشاهد، لو عايز مراتك تبقى زي رجاء، رجاء مني اوعى تتفرج علينا. ستوب ستوب يا مصوراتي، ستوب من فضلك. انت ليه بتعمل فيا كده؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتغير من نجاحاتي؟ يا جوجو لا، انا راجل ما اقدرش اضحك على جمهوري. جمهورك؟ جمهور ايه؟ خلاص بقيت اعلامي؟ فاكر انك انت عندك جمهور؟ ليه؟ سمير عكاشة؟ سمير عكاشة عنده ملايين الجماهير، ومع ذلك نكمل البروجرام عشان الناس بتتفرج. بصي انت الصنف اللي زيك عايز مزيكا، مزيكا راقيه مع المزيكا زي الاوروبيين. أوكي. نعمل ايروبكس مع الموسيقى. خليكي معايا، خليكي معايا وركزي يا حبيبتي. اوكي كده ان حضرتك ما طلبتش ان الحشيش يتباع في العلن زي ما قلت في برنامج من المحروس. لا يا فندم، انا عمري ما طلبت حاجه زي كده. وحضرتك اظن قلت انك بتشتغل محامي مش كده؟
بص يا فندم، انا هقول لك على الحقيقه. يا ريت. انا راجل غلبان وعلى قد حالي، ادوني قرشين عشان اقول الكلام ده. تمام. ومن هنا اعزائي المشاهدين تتضح لنا الحقيقه كامله. الاعلاميين الذين يستغلون البسطاء ويشترون ذممهم بأبخس الأثمان، هؤلاء الدخلاء على هذه المهنة الشريفة، وكل هذا لجمع الأموال الطائلة وتحقيق الشهرة. وإلى لقاء آخر في 10:30 مساء مع إنجي أحمد. تصبحوا على خير. إيه كويس؟ طب حلو قوي. ليه كده؟ ليه كده يا عم؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ يا خسارة يا خسارة، أنا كنت مهتم بقضيتك جدا. اتفضل يا أستاذ. اتفضل. متشكرين لحضرتك، متشكرين. بروح على الراجل. في ايه؟ الراجل كان مهتم بقضيته يا انجي، مش معقول كده. انا صحيح يا سامح، انت كنت مهتم بقضيته ليه؟ اصل بصراحة كان هيرخص الحشيش لو بقى متاح في السوق. اه. وفي يا سامح؟ يا نهار اسود، انت بتشرب حشيش ولا ايه؟ لا والنعمة يا انجي، انا بدوخ من الماء الساعة. امال ايه مالك مهتم قوي كده بالقضيه؟ اصل بصراحه يعني ليه اصحاب غلابه معهمش فلوس يشربوا حشيش، فقلت اساعدهم واعمل معاهم واجب يعني. يا عيني يا غلبان، ايه الحنيه دي كلها؟ بصراحه عنده حق، ده السمسون بقى ب 50 جنيه. المين؟ سمسون. ايه السمسون ده يا كاميليا؟ سمسون سيجاره الحشيش الصغيره. يا نهارك اسود يا كاميليا، طب هو بيقعد مع ناس صيعه، انما انت تعرفي الحاجات دي ليه؟ يا انجي اللي ناسي ان حسين ظابط ويعرف كل اخبار المجرمين. سمسون سمسون. عارفه يا انجي السمسون ده قد كده، يا دوبك نفسين وبوس ودوس. يا نهارك اسود، مش ممكن هتبوظوا لي اخلاقي. طب لو ما بطلتوش كلام هخليكوا سماسين صغيره كده. قصدك سماسين قصيره. ده انك متظبطه، سبحتك معاك. فيري بيوتيفول. كله تمام. شيخ شيخ يعني. الزبيبة مش معوجة شوية؟ لا بس انت جدا حلوة خالص. توكلنا على الله. يا ابني شيل البتاعة دي من بقي. حاضر اتفضل. ها؟ أكشن. ومع أسئلة السادة المشاهدين نشوف السؤال الأول. المشاهد الكريم بيسألني، يا شيخ علي، هو اليوتيوب حلال ولا حرام؟ يا سيدي، هو اليوتيوب حلال أو حرام حسب أنت بتتفرج على إيه. لو بتتفرج على حد غيري يبقى حرام حرام حرام، لو بتتفرج عليا يبقى هو ده الحلال البين. أهلاً وسهلاً بيكوا، اتفضلوا. إحنا حضرتك عايزين ناخد حلقات البرنامج اللي بتقدميه على اليوتيوب عندنا في القناة. بجد؟ أنا مش مصدقة نفسي. حرام حرام حرام، وهو في الراجل بدل زوجته في المطبخ. حرام حرام حرام. رميت عليك عيشتك. ها وسامعاها بودني. يرضيك انت يا شعبان يا ابو ذمه استك؟ استني يا انجي، انت ايه؟ خلاص فاضيه ما وراكيش اليومين دول غير تجيبي في سيرتي؟ ايوه انا فاضيالك يا منال واعدالك، ومش هتكلم على اي حاجه في البرنامج غيرك طول ما انت بتضحكي على الناس الغلابه. ايه رايك بقى؟ رايي ان انت خلاص افتكرتي نفسك بقيتي مذيعه، مع انك لسه مذيعه كي جي 2 ماسكه المايك كده ليها اصول. اتطلع على الجمهور تيجي ايه؟ انت في كاريزمتي. كاريزمتك على جزمتي لعلمك بقى. شت اب فقط يور سيلف. الله، خناقه نسوان، اول مره اشوف خناقه بحقيقي. اخرس يا شعبان. لعلمك بقى انت مذيعه نصكم، انت اخرك تعملي برامج عن عالم الحيوان. ده الحيوانات راضيه تسجل معاكي اصلا. لعلمك شرف لاي حيوان انه يسجل معايا. لسه كان في كلب بيتحايل عليا دلوقتي. ايوه علشان كلب ابن كلب. استهدوا بالله، انتوا اتحسدتوا والنعمه اتنقرتوا عين. معلش. شفتي سامعه بتقول ايه؟ انتوا بتصوروا انتوا كمان. حاسبوا من وشي، حاسبوا يا هبه. استني بس. ايه ده؟ صورتي؟ كله موجود. ايه ده؟ يعني مش هتمسكوا في بعض وكده؟ نفسك انت نمسك في بعض صح؟ انا ممكن امسك فيك يا هبه. انا مش هتجري قدامي دلوقتي. الحقيقة يا هبه. ما تخافش انا محجراها. هو انتوا اتخانقتوا مع بعض؟ ايوه يا كيمي، اتخانقنا في الاول بس بعد كده خلاص اتصالحنا وبقينا سمنه على عسل. يا خساره، ايه لكم كنتوا صالحتوا على الاقل؟ اصلا كنا شفنا طنط منال تاني. اخسى عليك يا دودو، اهدى يا واد. اختشي يا واد. هو انت كده يعني طالع على لسانك متبري منك زي ستك؟ ايه زي سته دي يا منال؟ انت جايه تغلطي فيا قدام احفادي، مش عيب عليكي كده ولا ايه؟ جرأيه انت، ما تخلينيش بقى اطلع اللي جوايا. ده انا اصلا خلقي في مناخيري ومش طايقه نفسي. عايزه ايه دلوقتي؟
العمل اللي هم بيعملوه ده. مش كفايه داخله عليا بعد العمر ده كله من غير ولا قشايه في ايدك؟ اي كفايه دخلتي عليكي كده؟ وبعدين يعني انا اصلا غلطانه اني عبرتك وجيت لحد عندك. يا اختي ده انت دخلت الشوم عليا. يا اختي عليا انت طول عمرك وحشه، طول عمرك وحشه وانا غلطانه والله. لو عليكي جو تو هيل. احنا كنا عاوزين نعرض حلقات حضرتك عندنا في القناه. كله باذن الله. طب بالنسبه للسبيك يعني ايه يا شيخ علي؟ يعني الرزق من عند الله. هتدفعه كام يا ابني؟ هنعتبره اهداء من حضرتك للقناه. اهداء من حضرتي للقناه؟ لا يا حبيبي انا ما بهديش حد، الا ما معهوش ما يلزموش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حاضر يا شيخ علي. بارك الله فيك. جاهزين؟ جاهزين. شيل البتاع ده يا ابني هيخش في عيني. ارفعه كمان شويه. والاكشن يا تافه. أكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء ريحته فساد. أتعرفون لماذا؟ بحثت كثيرا عن السبب حتى وجدته. أتدرون ما السبب؟ عارفين ليه الأرض بقت بتطرح فساد؟ عشان الفساد بدأ معانا منذ الصغر، منذ رأينا الملعون المدعو ميكي ماوس. نعم، أنه ميكي ماوس هو سبب الفساد وأصل البلاء. ميكي اللي كان مصاحب ميمي وعايشين مع بعض في بيت واحد من غير جواز. أي والله من غير جواز. أطفالنا لما يشوفوا ده مستنيين منهم يكبروا ازاي؟ امنعوا ميكي ماوس، اقتلوا ميكي ماوس واقتلوا معه الفساد. لا تستهينوا بكلامي، لا تستهينوا بكلامي ولا تستهزئوا به، فمعظم النار من مستصغر الشرر. يلا يلا يا سيد. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، واهلا بكم معانا وحلقه جديده من العاشرة والنصف مساء مع انجي احمد. في الحقيقه من فتره حصلت حاجه غريبه جدا. سمعنا عن فتوى من شيخ غريب وعجيب افتى بضروره قتل ميكي ماوس. طبعا احنا ما كانش ينفع نعدي الموضوع ده وانه يمر مرور الكرام، وكان لازم ندي حق الرد لميكي ماوس. ومن داخل مدينة البط في ديزني لاند معانا ميكي ماوس. اهلا بيك يا ميكي. اتفضل يا ميكي معانا، تعال ما تخافش تعال. مساء الخير يا مدام وانجي. مساء النور يا ميكي. ثانية واحدة بس عشان المخدة دي مفرقة. طبعا معلش. طيب يا ميكي ولا يهمك. تحب تقول ايه يا ميكي للشيخ اللي قال عليك كده؟ أنا حضرتك مش هخاطب حضرتك، أنا هخاطب الجمهور العريق اللي بيشاهد حضرتك وأقول لهم يا ارتي مين ده؟ اللي بيحصل ده ظلم وافترى، وحسب الله ونعم الوكيل في اللي قال كده وطلع الفتوى دي، وإن شاء الله بإذن الله يقعد له في عياله المكيهات الصغننة، عشان ده كده قطع أرزاق، وأنا دلوقتي اليوم ما بقاش جايب همه معايا، وبروح دلوقتي مدينة البط محدش بيعبرني، والعيال الصغيرة كلها بتيجي تتصور مع بطوط وميمي، وأنا ببقى واقف كده زي قفا زلع بشر، يا ما حدش بيعبرني. ده كلام ده صح؟ ميكي في الحقيقه كنت عايزه اسالك سؤال. فضحها وجهك. انت بتقول ان الاطفال بطلوا يجوا يتصوروا معاك، وده طبعا رجع عليك بخساره كبيره. بتدفع ارضيه كام في اليوم؟ اسف حضرتك انا اعترض على السؤال ده. اوبجكشن. انا مش هجاوب عشان كده حضرتك، انا لو جاوبت بتستدرجيني وكده انا فتت عينين الضرايب وهندخل في حوارات انا في غنى عنها. وانا من هنا بضم صوتي لصوت ميكي ماوس وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي شيخ بيفتي فتوى غريبه علشان يضلل بيها الناس. بشكر جدا ميكي، وانا بشكرك انك كنت معايا النهارده. وانا بس عايزه اضيف حاجه اخيره، عايزه اطلب من الجمهور بتاع حضرتك ان هم يصوتوا لي على رقم 3، لان انا داخل في مسابقه سافويز، وان شاء الله بتصويتكم ليا هكسب وهفوز. شكرا. شكرا يا ميكي، ويا ريت كلنا نصوت لميكي على رقم 3 في ذا فويس، وبالتوفيق يا ميكي ان شاء الله. وبشكركم مشاهدينا، والى اللقاء في حلقه جديده
من 10:30 مساء مع إنجي أحمد. صدعتي نفسك يا هبة ولا إيه؟ إيه ده في إيه؟ في إيه سامح؟ خير خير في إيه؟ أصل اتأثرت بكلام ميكي أوي يا إنجي. أخيت ليه أنت راحة؟ قضيتني. معلش معلش يا ميكي، معلش ماما تعيطش، هصور معاك سيلفي. لا انت اكيد بتقول كده عشان تكبر في خاطري. لا والنعمه قدام انجي، هصور معاك سيلفي والنعمه. وعايز اقول لك حاجه، الواد بطوط والبت بيمي عيال رخمه قوي قوي. تصدق ان انتوا الاثنين اللي عيال هبله قوي. في برنامج لا داعي لذكر اسمه بتقدمه واحده، لا داعي لذكر اسمها عشان ما شيرهاش لا اكثر ولا اقل. طلعت اتريقت علي، ما تعرفش ان لحوم العلماء مسمومه، اللي بتتاجر باحلام الناس وظروفهم بتقول عليا بستغل الدين. طيب بطلي انت تجارة بظروف الناس وأحلامهم، اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. كويس يا تافه. وفي نهاية حلقة الليلة مشاهدينا، أنا بطالب هذا الشيخ المدعي إن هو يجي لو عنده الجرأة عندي هنا في البرنامج ونعمل مناظرة. أهلا بي. كانت معكم من 10:30 مساء إنجي أحمد. إلى اللقاء. أنت اللي اسمك علي. وأنا موافق، مع إن المناظرة مع الستات حرام حرام حرام، بس عشان أكشف لكم حقيقة الإعلامية دي. أنت بتشتميني ببرنامجك يا إنجي؟ يا سلام، يعني أنت اللي كنت طالع بتقدم لي شوكولاتة في برنامجك، ما أنت كمان بتشتمني. طب شوفي بقى، أنا بنصحك تنسحبي من المناظرة دي، يا إلا هفضحك قدام الناس كلها. لا مش هنسحب يا علي، ده بعينك، أنا بقى اللي هفضحك وأقول لهم إن دقنك دي هي اللي عيرة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. العظيم إيه؟ أنت صدقت نفسك. خدي روحي يا ناس. الناس كلها يا علي منتظرة مناظرتك أنت وإنجي على نار، عايزة تبقى نار كده. أنت هتسخني على مراتي ولا يا جميل؟ لا يا حبيبي، مراتك هناك في البيت، إنما في البرنامج هي عدوتك. يعني اضربها طلقتين واخلص منها عشانك؟ يا ريت، ده ساعتها ايه؟ الحلقة هتجنن، مش ممكن، هتبقى ساعتها حديث الساعة. نار نار نار. اه لا، وساعتها بقى هخش السجن بسببك. واجيب لك عيش وحلاوة، ما تقلقش. مش هتلحق لأن أنا هاخد إعدام. يا سلام، أعمل لك عزا. عزا إيه؟ الناس كلها تضحك عليه. لا، أعمله عزا حصري. حتى العزا عايزه حصري يا جميل؟ أمال، بس أرجوك عشان خاطري، أنا عايز الحلقة على موقع الجريدة وحصري. لا أنا هقوم بقى، أحسن ما أقتل حد تاني يا جميل. الناس كلها مستنية المناظرة يا إنجي. الفانز بتوعنا على الفيسبوك عملوا هاشتاج مناظرة إنجي وعلي، وتويتر قرب يقع من كترتي وتتترات. الناس ما بتصدق ولا إيه؟ إنجي أنت لازم تدمري علي، لازم تدمريه يا إنجي، لازم تدمريه، لازم تدمريه يا إنجي. بس يا كمالي أنت هتدمريني أنا كده، جبتيلي ارتجاج في الأمل. بعتتك علشان تخلينا نسحب؟ لا لا سوري، مش أبوك اللي ينسحب، أنا هكسب المناظرة، أنا هكسبها. أنا محدش بعتني، أنا ومايا أختي بقينا تريقة المدرسة، كل أصحابنا في المدرسة بيفتحوا الفيديوهات بتاعتكم ويعيرونا بيها. ويعيروكوا ليه؟ أنتوا المفروض تفتخروا بيا أنا وأمك. وبعدين لما اكسب المناظرة انا هتفرح بيا انت واختك. بابي حضرتك بتعمل المناظرة دي مع مامي، يعني حد فيكم ما هيكسب، اما انا ومي اكيد هنخسر. ايه يا رحمان؟ انا كنت عايزه اتكلم معاكي شويه بخصوص المناظره. حبيبتي قلب امك، انا عارفه، انا عارفه ان انت قلقانه على مامي، ولا تقلقي خالص، مامي قدها وقدود. مامي انت كل اللي فارق معاكي بس انك تكسبي المناظره.
مش يا بنت. ايوه بقى، كل اللي فارق معايا ان انا اكسب المناظره. المناظره دي حياه او موت. طب وحياتنا احنا يا مامي؟ حياتي انا وسولي. مالها حياتك انت وسولي؟ ده احنا مش عارفين نبص في وش اصحابنا. ليه بقى ان شاء الله؟ خدي يا مامي ده جروب على الواتساب. خدي يا مامي شوفي اصحابنا بيقولوا علينا ايه. طب وانتي زعلانه عشان اللي كتبوه؟ لا يا مامي، انا اللي مضايقني ان انا كل ما اخرج من الجروب يضيفوني تاني. مامي لو بجد خايفه عليا انا وسولي بلاش موضوع المناظره ده. في ايه؟ ليديز فيرست. حاسب كده انا ما خلصتش. الرجال قوامون على النساء. ده عندك انت بقى على فكره. حاسب عايز اظبط علي. هو في ايه؟ انت مستعد للخساره؟ لا وانت الصادقه مستعد للمكسب. انا النهارده هخليكي تندمي انك دخلتي قصادي في مناظره اصلا. علي انت فعلا عايز تكسب المناظره دي؟ انا كنت عايز اكسب لحد ما اتكلمت مع سولي. احنا ايه اللي عملناه في نفسنا ده يا علي؟ انا مش عارف احنا ازاي وصلنا للمرحله دي. احنا كنا عايزين نعمل حاجه نفتح بيها الاعلام الفاسد ومن فضحنا نفسنا. الاعلام اللي احنا بنهاجمه عملنا زيه بالظبط. صح، احنا بقينا زي منال بالظبط. لا يا علي الا منال. منال لا، منال لا يا علي. علي انا هنسحب من المناظره. ايوه هنسحب. انا مش هكسب مناظره واخسر بيتي وولادي. لو في حد المفروض ينسحب من المناظره يبقى انا. انا اسف يا انجي. وانا كمان، انا كمان اسفه يا علي. انا خارج عشان اقول اني انسحبت من المناظره يا انجي. استنى يا علي، انا كمان جايه معاك عشان ننسحب احنا الاتنين مع بعض. لا علي ما بحبش الدقن، احلقها الاول. دي تركيب والله. وانت صدقتي؟ اه صح تركيب. طب يلا. اخيرا اخيرا جه معاد المناظره اللي الكل مستنيها. هنشوف ثمره مجهودنا. يا استاذ كبير سكريبت في كل حاجه. تمام تمام. ايه اللي جابك يا جميل؟ ايه المقابله دي يا علي؟ انا جاي عشان ادير المناظره وجهزت السكريبت. وبعدين انتوا ماسكين في ايد بعض ليه؟ احنا عايزينكم تضربوا بعض. مش فاهمك انت، مش فاهمك. اسكت خالص يا سامح. بالعكس انا هبدا بالايد كده وبعدين اقوم طالعه على الاكشن. صح. واقفين يا جماعه، اقعدوا يلا عشان نبدا المناظره. مفيش مناظره. ايه؟ هاو كم؟ يعني ايه مفيش مناظرة؟ يعني مفيش نصب تاني. ايوه مفيش نصب تاني، وبدل المناظرة هنعمل حلقة صلح. طب ما تخلوها حلقة ذكر. ذكر انت كمان؟ اخلص بقى. يعني خلاص مفيش مناظرة. يا دي المصيبة. مصيبة؟ الصلح بقى مصيبة؟ ايوه، يعني الحلقة دي أنا كنت هنزلها على النت وهتعمل جو جامد قوي. طب ما تغزوا الشيطان اللي دخل بينكم وتكملوا خناقة، أنتوا كده هتخسروا الجمهور. الجمهور؟ الجمهور الوحيد اللي يفرق معانا هو سولي ومي. ده الجمهور الوحيد اللي ما عندناش أي استعداد إن احنا نخسره. يعني خلاص؟ خلاص مفيش مناظرة؟ اطلع بره يا جميل. لا يا علي ما يصحش كده. استاذ جميل. ايوه ما تطلعش بره لوحدك. كلكوا بره. دي هنا جماعيه. ايه ده؟ اتفضلي يلا بره. طيب خلاص. ايه قطر ماشي تعالي. طب انتوا طردتوهم هتطردوني انا ليه؟ امال مين هيعمل هيعمل معاهدة الصلح اللي بينكوا؟ احنا احنا مش هنفرحين قوي. ماشي انت هتصور وانا هقول اكل. اكشن.